طبعا انتوا شايفين كده الدنيا زي الفل، الدنيا زي الفل والله. لو كنت شفتوا مطبخي كنت حزنت وعيطت عليه. عايز اقول لكم كان دقيق وكانت زبالة وكانت قشر بصل وكان حاجات كتير جدا على الرخامة. انا مسكت النهاردة كل حتة في المطبخ مسكتها نظفتها، كل حتة، الرخامة بالمطبخ بالارض، بقيت اكب مية بالصابون واعمل بالمقشة. والله العظيم ما ينفعش بقى شرشوبة والجو الزواتي ده ما ينفعش، ينفع بقى. وبعد كده عملت بالخل ولمعتها. تابعوا معايا الفيديو كده وصلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبشكركم كلكم على كل كلامكم وكل دعواتكم ليا، ربنا يكرمكم جميعا. وانا طبعا دخلت على رخامه المطبخ، كان عليها دي وكان عليها حاجات كتير جدا، لان كان في عجن وكان في خبز وكان في كشري وكان في متاهات. طبعا هو الرزق جه يومين يا جماعه ورا بعض، الاتنين الستات اللي بيجولي كل تلات اسابيع او كل شهر صادفوا ان هما الاتنين يجوا مع بعض. طبعا ما رضيتش اقول حاجه، يعني قلت اقول ايه، طبعا انا ما صحتي ما تستحملش كده، بس قلت يا رب، قلت يا رب. ولما الواحد يقول يا رب ربنا سبحانه وتعالى بيقف معاه. اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، الحمد لله عدت على خير. النهارده عايزه اكلمكم عن واحده الله يرحمها يا رب ويسامحها ويغفر لها، انا كنت اشتغلت معاها. والواحده دي من المشاهير. مين هي؟ مدام لميا، مرات عادل ادهم. والمأساة اللي هي عاشتها وشافتها، وانا اشتغلت عندها كذا مره، طلعت عندها في بيتها يعني، واتعاملت معاها. وعايزه احكي لكم شويه تفاصيل عنها. وكمان عايزه اقول ان مش كل اللي بتسمعوه، بعض المشاهير بتبقى في حياتهم مقاسي. مقاسي مقاس 38 يا حلوين انتوا، انت يا بت انت وهي يا بت، انت يا ست انت وهي يا ست، انا مقاسي 38. اللي قبله جزمه يبعتها، اللي قبله شبشب يبعته. ما بلبسش يا باشا، مش عارفه، قلت لي كذا مره الناس البس شبشب، ما بعرفش، رجلي وجعاني يا جماعه، ما بعرفش البس شبشب وانا بتحرك. المهم عايزه اقول لكم، انا كنت اشتغلت عندها. انا ما كنتش الشغل الاساسي ما كانش عندها، انا كان شغلي الاساسي في البيت اللي كانت هي ساكنه فيه، تمام. وكنت بروح للجماعه اللي كنت بروح لهم دولت يومين ثلاثه في الاسبوع، تمام. هنا كنت بلم الزباله الاول، بلم الزباله وجبت ميه وصابون وخل ونضفت بقى وخليت الدنيا زي الفل كده، حته حته كده. وكل ما اجي انضف حاجه هقول لكم بنضفها ازاي، تمام. المهم فانا كنت بروح الشغل ده زي ما بقول لكم كده، كانت طبعا في حته راقيه. كان فين الشغل يا نصر؟ كان في الزمالك، في شارع الجزيره في الزمالك، قصاد نادي الجزيره بالظبط. عايزه اقول لكم، رغم ان جوزها الله يرحمه يعني ويسامحه كان من المشاهير، عادل ادم ده كان قيمه يعني، كان حاجه، كان برنس يعني، شكله كده وهيئته. طبعا انا ما شفتوش، انا رحت اشتغلت هناك بعد هو جوزها ما مات. المهم طلعت عندها كم مره، روقت لها الدنيا. عايزه اقول لكم دخلت شقتها فله يا جماعه، فله والله العظيم. شقتها دي كانت ست نظيفه، نظافه غريبه الشكل. هنا دخلت على المطبخ، وخدوا بالكم بقى، المطبخ ده يا جماعه اسمه كليدنج. ال 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 الواجهه بتاعته اللي انا بعملها دي بتلمع، بتديكي زي لون برونز كده، تمام. هي ما تبانش لما تقرب الكاميرا في زاويه معينه كده. ده ما يتعملش بليف او باي حاجه خشنه، لذلك انا مسكت فوطه المطبخ حطيت فيها صابون، والفوطه التانية حطيت فيها خل، وبقيت كده بشويش كده اعمله، لا يتعمل لا بسلكه ولا يتعمل باي حاجه، لانه حساس جدا، حساس جدا الواجهه بتاعته. على كل، لو لا قدر الله ضرفه اتجرحت ولا اي حاجه عند اي حد مركبه، عادي جدا بيخلع الضرفه، بيجيب الراجل اللي هو عامله بيخلع الضرفه وبيبدلها بنفس اللون بنفس الدرجة، يعني بتتعالج يعني، تمام. ولكن على ايه يعني، تكلفة برضو، خاصة في الايام دي. الايام دي الواحد يمشي جنب الحيط، يمشي على السقف، يمشي في اي حتة، لكن يبعد عن الغلا تماما. الغلا ده ما تعرفوش يعني، بكرة التراب كمان هيبعونا بفلوس. المهم زي ما بقول لكم كده، هي كانت الله يمسيها يمسيها بالخير، دي ماتت الله يرحمها. عايزه اقول لكم، رغم الغنى العز يعني، ان جوزها كان نجم واكيد بياخد فلوس كتير او كده، عايزه اقول لكم والله العظيم كانت عايشه في الروف. طبعا الروف ده في منطقه راقيه، والروف يعني بالبلدي كده يا جماعه السطح، اخر دور اللي هو السطح، بيت قديم قوي قوي قوي
البيوت اللي كان لونها اصفر، البيوت اللي من ايام الملك، مات الملك عاش الملك وما ملك الا الله سبحانه وتعالى. المهم يعني عايزه اقول لكم طبعا ما قدرتش بقى ان انا ايه اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، اقعد قلت اقعد كده بقى، ما قدرتش بقى اوطي واعمل بقى، بصراحه اتهديت فيه رغم ان هو صغير بس انا اتهديت فيه، وكل حته عملتها على مراحل. تمام. المهم عايزه اقول لكم هي كانت قاعده يعني جزء من الروف، كان حته فاضيه كده تمام، بيقعدوا فيها حاطين كراسي فيها، كنب بتاع عاملينها قاعده كده يشربوا فيها شاي بتاع مش عارفه ايه. والجزء الثاني كان تقريبا اوضتين، اوضتين وصاله ومطبخ وحمام، كانت شقه صغيره جدا ما كانتش كبيره. فسبحان الله يعني رغم ان هو كان بسم الله ما شاء الله كان يقدر ان هو يجيب فيلا، تهيألي كان يقدر ان هو يجيب حاجه كبيره، بس هما كانوا عايشين في المكان ده. وكانت ست بسيطه جدا. عايزه اقول لكم مين كمان اللي كان بيساعدها وعلى لسان البواب، طبعا انتوا عارفين البوابين، احنا كنا الشغل بتاعي الاساسي كان في الدور الارضي مع ناس راجل وست كبار في السن يعني في السبعينات في الثمانينات كده. فكان اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، كانت مين اللي كانت بتساعدها؟ كانت اسمها ايه دي اللي هي نجوى فؤاد، نجوى فؤاد اللي هي الراقصه، الراقصه نجوى فؤاد، ربنا يا رب يبارك لها ويرزقها يا رب، لانها كانت فعلا بتيجي على لسان البواب. كان بيقول لك هم كانوا صحاب قوي، فكانت تيجي جايبه لبس وجايبه لها حاجات للمطبخ اكل وجايبه لها حاجات، لانها كانت ست بسيطه جدا، وكان كل اللي بتاخده كانت تاخد معاش تبع الحكومه او تبع حاجه ما اعرفش ايه هو المعاش اللي كانت تاخده، لكن كان برضو المعاش كان بسيط. عايزه اقول لكم الدور الارض اللي انا كنت شغاله فيه ده كان ليه جنينه، انتوا عارفين ان بيوت زمان والعز بتاع زمان كانت البيوت او العماير كانت عماره 5 ادوار، وكانت طبعا واسعه يرمح فيها الخيل، وكان اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. هنا بقى انا عملت ايه؟ هنا بقى كنست الارض. عايزه اقول لكم بقى تقولوا لي يا نصره شرشوبه، مفيش جو شراشيب ولا ما شراشيبش، ده انا رحت جايبه كده صابون، صابون المواعين فيري او اي صابون كده، بقيت ادلقه، بس خلوا بالكم من الفواصل. ايه هي الفواصل؟ الفواصل يا جماعه اللي هي البلاستيك ده ملزوق بغيرها تمام، فما نجيش عند الفواصل ندلق ميه، انا بتعمد ان انا ادلق بعيد عن الفواصل. انا هي الصاله يعني حته البلاستيك اللي ملزوق ده هو بالنص، فيعني ما عنديش فواصل كتير يعني، لكن ما بجيش عنده كده بينه كده، بروح دلق كب الميه، لا ببقى بعيد عنه. وعايزه اقول لكم كنست بقى والارض كانت مزيته، طبعا في تقالي وفي، وانا طبعا شقتي الى حد ما الحمد لله مهويه، بس برضو الى حد ما مكتومه، فلو في ريحه اكل او بتحمري او بلحمه بتشوحيها او اي حاجه، الدهون بتتحبس في المكان. عايزه اقول لكم الدهون بتيجي في كل حته يا جماعه، على المطبخ على الارض على الحوائط، في اي حته بيبقى فيه دهون. اه والله الدهون، بس مش في المطبخ، لا الدهون برضو بتتسرب وتطلع بره. رغم ان انا ما بطبخش في المطبخ ده، لاني واقفه مثلا بعجن فيه، بحضر اكل فيه، بتبل اكل فيه كده، وما فيهوش فرن يعني ولا في حاجه، لكن الريحه ذات نفسها والتحمير اللي بيبقى جوه بيطلع برده مع البخار بيزيد بيدهول الدنيا، فطبعا دي مش هينفع فيها. عايزه اقول لكم الارض كانت يعني قطران 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 متقطرانه، فهو بالبتاع بالصابونه واديله ادي اديله ادي، وكانت ليله يا عمده. عايزه اقول لكم كانت نجوى فؤاد الله يمسيها بالخير كانت بتروح وتنادي على البواب، على لسان البواب يعني، يقول لي دايما تجي لها وتجيب لها اكل حاجات للمطبخ وتديها فلوس وبتاع. عايزه اقول لكم كانت ست جدعه جدا، وست جدعه ب 100 راجل، وست الله يرحمها ويسامحها يا ربي. كان في كانت في جنينه في المكان ده، وطبعا اصحاب الملك الجداد حبوا يستثمروها، وطبعا في الاحياء الراقيه اي بيت الوقت بيفضى او اي بتاع بيعملوها اي هلس، فكانوا عاملينها زي ايه مكان بيشيشوا فيه، زي يقول لك كافيه قهوه يعني، بيشيشوا فيه بياكلوا فيه بيهزروا فيه بيعملوا عيد ميلاد، كان مولد بقى، فكانت طبعا الصوت والبتاع كان بيطلع لها فوق وهي عصبيه،
طبعا عايشة لوحدها، فمن العيشة لوحدها بتبقى الواحد بيبقى عصبي يعني. فكانت تقعد تتخانق معاهم تقول لهم انا هشتكيكم، انا هبلغ فيكم، ايه الصوت ده، ما في حتة راقية زي دي فيها الوش ده فيها. فكانوا يقعدوا بقى يسيسوها وبتاع، وطلعوا لها اكل وطلعوا لها بتاع، كل ده عشان ايه؟ تبعد وتسكت. وطبعا هي فعلا لو كانت بلغت كانت ودتهم في 60 داهية، لان طبعا الاعمال دي بتتعمل اعمال غير مشروعه، يعني بتتعمل في الدرع. يعني ما ينفعش مثلا تيجي في قلب بيت، في جنينه بيت مفروض في عائلات، وتروح بقى جايب كافيه وشيش وشباب وده وعيد ميلاد وهيصه وميصه، اكيد بالتاكيد ما ينفعش. لكن طبعا زي ما انتوا عارفين ان كل يوم القيم بتنتهي، كل يوم الأجيال اللي طالعة بتنهي على القيم الجميلة اللي كانت بتاعة زمان، الجيرة الحلوة والمكان المحترم وبتاع، للأسف يعني. لكن هو ده اللي كان حاصل. المهم يا ستي دي، أنا طبعا سبت الشغل لما ابتدت الدنيا تغلى، سبت الشغل عشان أدور على شغل تاني. المهم وفي يوم كده رحت، عشان كان دايما بيجي الوسيط في المكان اللي انا فيه، فرحت عشان اجيب الوسيط، وبصيت لقيت البواب قال لي ده جالها مرض الكانسر. وما طولتش، قعدت شهر ولا شهرين بقت ماشيه تعيط وتقول لهم، تقول البوابين وتقول لكل الناس سامحوني، لو كنت اتنرفزت عليكم او زعقت لكم سامحوني سامحوني. وكانت بقول للبواب والله انا قعدت اعيط عليها، وما كملتش بتاع شهر اتنين واتكلت على الله. وبرضو اللي كانت بتراعيها اللي هي نجوى فؤاد، ربنا يرحمها ويرحم أموات المسلمين. فعلا والله العظيم الإنسان بيموت، لكن سيرته ما بتموتش، سيرته ما بتموتش. ودي من ضمن الناس المشاهير اللي أنا اشتغلت معاها. هي طبعا كانت أحيانا اشتغل شوية عارضة أزياء، لكن الحمد لله هي الحمد لله انا ما طولتش في المرض، المرض ده لعنه يعني. قعدت شويه صغيرين في المستشفى، وزي ما بقول لكم كانت عايشه لوحدها، كانت عايشه على الروف يعني، ايا كان، ان كان روف شيك او في منطقه راقيه، بس في الاول وفي الاخر هو سطحي يعني. فمش كل ياما من المشاهير بيقاسوا، وياما مش كل اللي بتشوفوه كده تصدقوه، بتبقى افلام وحوارات. والا دلوقتي بقى بتوع دلوقتي بقوا يهتموا بالمشاريع ويهتموا، لانه عارفين ان الفن ممكن ما ياكلش عيش. ربنا يرحمهم ويرحمنا ويرحم اموات المسلمين. حبايبي الغاليين ما تنسونيش بالدعوات الصالحات.